عندنا تصوير للتعظيم، يصور العالم ويأخذ صورة مع الشيخ. ليش؟ قال تذكر الدروس العلمية والوعظ. صحيح فعل قوم نوح عليه الصلاة والسلام ويضع صورة الجد ولا الأب في الصالون أو يراها قبل النوم، قال حتى تذكر والدي الله يغفر له وارحمه، ما يجوز. تصوير للحنان، هذا يذكر الشيخ بن عثيمين، ليس من عندي رحمه الله، في الشرح يصور الأولاد، يصور الزوجة مثلا، قال حتى أحلهم أشتاق إليهم، لا يجوز. تصوير النظر في الصور الخليعة وغيره، هذا من الكبائر، صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن أسلم للجميع البعد عن التصوير فوتوغرافي أو فيديو إلا ما كان للضرورة أو يؤدي غرض، كما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في تصوير الدروس العلمية. نعم.